يعني عايز اجيب مدير فني يقول له بص انا كاس العالم ده هخش وهخش، يعني مش ده اللي هتكلم معاك فيه، انا عايز اخد افريقيا اروح لكاس العالم التارجت يبقى واعدي افضل من الستيج كده. الاول. يعني هو ده اللي احنا المفروض نتكلم معاه ونشتغل عليه، وامل الفتره الجايه ده اللي يحصل. خلينا نتكلم كمان على التطور اللي بيحصل والتطوير اللي بيحصل داخل لجنه الحكام في الدوري المصري الاول. مارك كلاتنبرج موجود وبدا يظبط حاجات، لسه مسافر اليونان يخلص يقفل ورقه وشغل هناك ويرجع. هل شايف هيطور بشكل كبير ولا يعني مش خد بقى، يعني خد مني الجديد والمفاجآت. ماشي؟ كلاتنبرج اصلا كان مطعد من المؤتمر الصحفي لاتحاد الكوره، كان اتفاجئ اصلا بيه، ما كانش عارف في مؤتمر اساسا صحفي اللي قدموه فيه، اللي قدموه فيه اساسا، ما كانش يعرف اساسا. حتى لما قال تصريحات احنا عارفينها اساسا، كانوا مسؤولي اتحاد الكوره قبل كده قالوا ان احنا هنعمل الفيديو والحالات، هنشوف هنرصد يعني حالات الفيديو كل اسبوع، وهنتكلم عن نسمع الحكم الفار وحكم كل ده كان اتقال. هو قال نفس قرر نفس الكلام، والراجل اصلا يعني كانت المفاجاه والحاجه اللي استغربت لها، انت اصلا جاي عارف، انت لما تروح فرح عفوا لما تروح فرح وابو العروسه ما يجيش، هو ده كان بالظبط ده اللي حصل. ازاي بقى؟ المفروض ان لجنه التحكيم يكون موجود منها حتى مسؤول حتى يبقى موجود كانش مع موجود الراجل، حد، مش موجود حد نهائي في المؤتمر. دي كانت مشكله كبيره جدا، مسؤول اي حد، حتى الكابتن عزب حجاج، الكابتن اي كابتن حتى لو قديم، فاهم؟ عارف اللي انا استغربته؟ اللي احنا جايبين حد يطور ايه؟ لجنه الحكام، ويطور الحكام ويعلي الخبرات والمستويات. اول طلب طلبناه منه ايه؟ تفتكر كده؟ ايه اول طلب طلبناه منه مساء الخير عايزينك تجيب لنا حكام اجانب لماتش القمه اللي جاي في نهائي ماتش الكاس. القمه ده انا جايب التقرير. حكم عشان يعرف يجيب لي بس اسماء حلوه من بره، انا عايز حكم يطور الحكام بتوعي، انا عايز حكم عشان امنع او اقلل فكره الحكام الاجانب. هل شايف ده علشان اصلا لجنه الحكام والحكام رافضين يكون في حد يجي يطور ويعدل عليهم، ولا هم متقبلين ده؟ هو اصلا سافر اصلا اليونان، هيخلص يقفل حاجته هناك. في عاية في عدو كده هتخلص في شهر او شهر ونص وهيرجع تاني، مفترض ان يعني الناس تقف جنبه. لا الكابتن عصام عبد الفتاح اصلا اللي هو بالمناسبه المفاجاه الكبيره جدا، هو عايز يستمر اصلا في لجنه الحكام عشان خاطر دي حاجات، يعني حاجه تخص حاجات تانيه. هو اصلا عضو في لجنه حكام الاتحاد الافريقي ماشي انا معاك في دي، بس هل هيدعموا الراجل اللي هم اصلا مش هيدعموا يعني هل هيدعموه ويقفوا جنبه للتطوير بشكل عام؟ ما حدش عنده مشكله، خليك موجود وخلي كل الناس موجوده، احنا هدفنا ايه في النهايه؟ نطور بالظبط منظومه التحكيم ونطور مستوى التحكيم المصري ونخلي التحكيم المصري رقم واحد، ده هدفنا. فهل ده هيحصل ولا هيكون كل حد بيشتغل في حته؟ مع الكابتن عصام مش هيحصل مبدئيا، فعشان كده مسؤول اتحاد الكوره قرر انه يمشي. لكن مع الكابتن سمير عثمان اللي بالمناسبه هو رقم واحد دلوقتي في اتحاد الكوره، عايزينه باي طريقه. ويعني خد مفاجاه بقى ثانيه، ان كان قبل ما يطلعوا الاجتماع بربع ساعه اللي هو بتاع كلاتنبرج اللي عملوا فيه عن بعض القرارات، كلموا الكابتن سمير عثمان يعني بالاسم كمان، اللي كلمه استاذ خالد درندلي، كلمه قال له يا كابتن سمير انت رئيس، لا كلمه كده على طول مباشر. وده يعني التخبط وكميه، يعني كميه عارف يعني كميه العشوائيه، كميه عشوائيه، بيقول له ان انت قبل ربع ساعه انت رئيس الاتحاد، عشان بقول لك ايه رئيس لجنه الحكام دي بسرعه مشاكل عشان هنطلع على فكره. كل الاسماء عشان نطلع عنك دلوقتي، كل الاسماء دي بالنسبه لي اسماء محترمه، كله عايز يشتغل وعايز يجتهد، ولكن المفاجآت دي وعدم وجود خطه، عدم وجود شكل نشتغل بيه، بيعمل مشاكل وبيعمل تخبط وبيعمل عدم نظام وبيعمل هرجله بتحصل بشكل كبير. ضرر جدا. بعد كده بيجي ضرر لو ما بيجيش حتى في الوقت الحالي، بيجي اللي بعد كده اللي موجود بيزعل لما بيشتغلش، واللي جاي مش هيشتغل ومفيش وقت، وفي الاخر جبت حد عشان يظبط وانا عندي اوريدي جوه مشاكل، بدل ما اظبط عندي الدنيا جوه واجيب مارك كلاتنبرج اقول له بص انا ظبطت معاك فلان وفلان، اعمل واحد اتنين تلاته، ادي اوردرات، اعمل كذا، ابدا طور، اعمل دورات، اعمل حاجات. وانا اصلا شايف توقيت اللي يجيبه مارك دلوقتي ده صح، ولا كان يجي بعد الدوري؟ مفترض اصلا انت، ما هو هيجي بعد الدوري، بس انت اللي خليك تعلن عنه دلوقتي، هي دي كانت القنبله اصلا. بالظبط، كان المفروض يتعلن عنه يجي بعد الدوري، هو يكون لا، في توقف. ما هو عايز يهدد الدنيا. انا جايب لك بقى كلاتنبرج ده من اخطر الناس في العالم في الحكام، مهم، هو راجل مهم جدا مهم على فكره. تمام، بس انا بظهر لك ان انا شغال عشان خاطر يبعد عنه العين. في وجهه نظر تقول اصل هو جاي عشان يشوف العيوب، ممكن اجمع العيوب دي في فيديو، يعني ممكن اعمل فيديو كده اجمع الاخطاء واقول له اتفضل الاخطاء اهي، ده اللي احنا بنقع فيه، نطور ازاي، نعمل ازاي، واتمنى يكون في تطور. وعلى ذكر